الحقيقة النهاردة إن شاء الله يا شباب بإذن الله هنبص كده على بعض المفاهيم يعني إحنا كنا اتكلمنا في السيشنز اللي فاتت الأتاك بتبقى إزاي، شفنا الكالي لينكس، شفنا الأوبونتو، اتعرفنا شوية على الكوماند بتاعت اللينكس، شفنا إزاي نخترق وشفنا الاختراق سهل جدا بالنسبة للويندوز اوبريتنج سيستم عن وخصوصا ويندوز 7 او الفيرجنز اللي قبله اكتر من الحاجات التانية. ويمكن النهاردة هنركز على برضو بعض الحاجات الخاصة بالنتورك زي مثلا ال HTTP وال HTTPS. اكيد انتوا تعرفوا اللي فيه بروتوكول مهم جدا لعملية التصفح اللي انتوا بتستخدموه في البراوزر، اذا كان بقى الكروم او الفايرفوكس او اي براوزر انتوا بتستخدموه، بتخش على اي موقع بيكون البروتوكول اللي بتستخدموه يا اما HTTP اللي هو هايبر تكست ترانسفير بروتوكول او HTTPS. وطبعا يعني خلينا نقول ان الفرق هو ال HTTPS اللي هو السكيور مور سكيور، يعني ده بيكون احسن بكتير. ليه؟ لان طبعا بتكون الداتا انكريبتد و و و فاحنا كان الغرض اصلا من السيشنز اللي احنا بنقولها دي تتجنب ايه او تخلي بالك من ايه او تبقى عندك بعض المفاهيم، تبقى عارف ان الاتاكر بيستغل اي نقطه ضعف عندك عشان يقدر يخترقك، فانت حاول ان انت ما يبقاش عندك نقط ضعف. كل ما تقلل نقط الضعف اللي عندك والريسك اللي موجود في الجهاز بتاعك، كل ما هتلاقي نسبه الاختراق اقل والموضوع معاك احسن. بدايه من تفعيل الفاير وول، وان انت تستخدم اوبريتنج سيستم يكون قوي في الفاير وولينج بتاعه، او تسيت اب انتي فايروس يكون كويس وابديتد ويكون من الحاجات يعني الدوليه المعترف بيها. ما تجيبش الفري، ما تجيبش، لان الفري ده يعني ما بيكونش الداتابيس بتاعته ابديتد، بل بالعكس بيكون فيلنبل اكتر، في نقاط ضعف وقابل للاختراق بشكل كبير. طب عايزين نعرف شوية ايه هو الفاير وول، يعني ده محتاجين ان احنا نعرفه. فالفاير وول ده، الفاير وول از ا ميثود اوف سيبريتنج برايفت نتورك فروم بابليك نتورك. كل الفكرة اللي هو عايز يفصل النتورك بتاعتك اللي احنا بنسميها البرايفت نتورك، النتورك بتاعتك او النتورك بتاعت شركة معينة او النتورك بتاعت جامعة معينة او كلية معينة عن بقية النتوركس التانية او عن الانترنت. يعني احنا بنفترض ان الانترنت ده عليه ناس اتاكر، فاحنا عايزين نبعدهم عننا. ان الانترنت ده ما بنبقاش عارفين ايه اللي مستخبي وراه، فاحنا يهمنا قوي ان احنا نحمي الشبكه بتاعتنا الصغيره. فالشبكه بتاعتنا الصغيره دي لازم نحط حائط الدفاع بتاعنا، زي بالظبط الدول كده لما بتحط عند حدودها خط من الدفاع الجوي والدفاع الارضي، فاحنا عايزين برضو على حدود الشبكه بتاعتنا نحط الفاير وول اللي هيحمينا او انتي فايروس. الحقيقه الفاير وول والانتي فايروس مكملين لبعض، مش يعني مش بالتبادل، يعني مش انت مثلا ما عندكش فاير وول حط انتي فايروس، لا هما مكملين. لان الانتي فايروس بيشتغل على اللوكال فايل سيستم بتاعك، بيحمي الفايل سيستم والاستراكشر بتاع الجهاز بتاعك، اما الفاير وول فهو بيحميك ضد النتورك اتاك وشغل السايبر سيكيورتي والكلام ده كله، السايبر اتاكس والكلام ده كله. فاذا خلينا نقول ان الفاير وول allow only authorized people، هو فكرته ان هو بيمكن بس الناس الاوثورايزد. كلمه اوثورايزد يعني الناس المصرح ليهم ان هم ياكسسوا الداتا، هم دول اللي بيمكنهم ان هم يدخلوا، واي حد تاني مش مصرح لهم ما بيدخلوش. يعني معنى ذلك اللي هو بيعمل فلترنج، فلترنج يعني بيفلتر الناس، بيفلتر الداتا. انت لو ما بعت لك اي رسائل بيشوف الرسائل دي هي شايله الاي بي ده، هل هو من الممنوعات؟ ده طبعا بيبقى هو شغال زي ما يكون كده بوايت ليست وبلاك ليست، بيبقى عنده تو ليست، وايت ليست اللي هي الحاجات المسموح بيها، والبلاك ليست هي الحاجات اللي مش مسموح بيها. فانت ممكن مثلا تحط في البلاك ليست اي مثلا اي بيهات، اي بورتات، اي حاجه، انت اي اشخاص انت مش عايزهم يدخلوا عندك. فهو بيعمل فلتريشن للداتا اللي داخله ويشوف هل هي فيها ممنوعات، زي بالظبط بالظبط الامن اللي موجود في المطار مثلا، الجوازات اللي موجوده في المطار بيفلتروا الناس اللي داخله، يشوفوا ويفتشوهم وكده، يشوف هم هل ممنوعين ان هم يدخلوا البلد ولا. هي دي نفس الفكره، ده يعتبر امن البوابه بتاعتك اللي هو ما يدخلش اي حاجه من الانترنت. وعلى فكره بالعكس يعني برضو ما يخرجش حد من البرايفت نتورك او من البلد، ما يخرجوش بره الا اذا برضو يفتشوا ويشوف هو مسموح له يخرج ولا لا.
لان ساعات بتبقى في سكيور داتا مش عايزينها تطلع بره، حتى لو انت غلطت وكنت عايز تطلع الداتا دي بره او تبعتها لحد بره النتورك، فهو الفاير وول بيمنعك. فاذا الفاير وول هنا وظيفته مهمه جدا، والحقيقه اللي هو له انواع كتير. يعني الفاير وول في حاجه اسمها اللي هو ابسطهم واسهلهم اللي هو الباكت فلترنج، اللي هو بيعمل عمليه الفلتريشن اللي انا سائل عليها دي. وطبعا ده بيبقى عن طريق اكسس كنترول، شويه حاجات كده ممكن تاخدوها في النتورك ان شاء الله. في نوع تاني اللي هو انستيتفول انسبكشن فاير وول. ستيتفول انسبكشن فاير وول ده بيعتبر برضو نوع قوي شويه، لانه بيعمل مور ديبث فلتريشن، يعني بيعمل فلتريشن او تفتيش مش سطحي، لا ده بيعمل تفتيش عميق شويه، فبيقدر يوصل لمعلومات جوه الباكت. وفي البروكسي، واكيد سمعنا عن كلمه بروكسي دي قبل كده، دايما بتبقى للحاجات المهمه جدا. بس على قد ما انت خلي بالك بقى، يعني اعتبرها زي البوابه بتاعت الجامعه كده، وانت داخل الجامعه لو هو بس بيبص على الكارنيه بتاعك انت جوه الجامعه ولا لا، ده بنسميه فلتريشن العادي، اللي هو الباكت فلتر العادي، شوف انت مسموح لك تخش الجامعه ولا لا. اما لو بيفتش بقى شنطتك وبيفتش هدومك وبيعمل بقى عمليات تفتيشيه اكتر، فهو ممكن يحصل عنده زحمه، لان هو بياخد وقت طويل في تفتيش كل واحد، وطبعا الكمية الداتا اللي داخله كتير، فاذا هو كده هيعمل عمليه زحمه وتعطيل في الطريق. فانت خلي بالك ان انت كل ما تصعب السكيورتي كل ما تصعب عمليه الفتش، انت بتحمي نفسك ولكن هيحصل عمليه زحام، والسيستم بتاعك هيبقى بطيء بشكل كبير. تقسيمه الفاير وول اصلا من بره، في هاردوير فاير وول، يعني في فاير وولز هاردوير، يعني شبه الاجهزه كده، بيبقى يعني جهاز متركب عليه فاير وول، بيبقى فاير وول لوحده على جهاز لوحده، زي الراوتر وزي السويتش وزي الحاجات دي كده. وساعات بيبقى سوفت وير از ا سوفت وير، فدي التقسيمه بتاعته، الشكل بتاعه ممكن يكون هارد وير وممكن يكون سوفت وير. انا لو انا فكرتكم بالويندوز والاوبريتنج سيستم بتاعنا، ده بيبقى راكب عليه اصلا فاير وول سوفت وير، يعني انت اي اوبريتنج خصوصا الويندوز يعني بيبقى باي ديفولت راكب عليه سوفت وير فاير وول. في بقى من حيث البروتكشن، في ستاند الون يعني هو ما بيحتاجش حاجه، وفي نتورك فاير وول. فدي كده بالنسبه للتقسيمات. الفاير وول زي ما قلت لكم اهو، هو بيبقى في النص ما بين البرايفت نتورك وما بين الانترنت، فلو الانترنت جاي منها اتاكر فما بيقدرش يعدي للبرايفت نتورك. ونفس الكلام لو في حد جوه، لو في حد جوه النتورك وحابب اللي هو يخرج حاجه بره للاتاكر برضه ما بيعرفش، يعني هو بيفلتر الحاجات اللي داخله للنتورك وبيفلتر الحاجات اللي خارجه من النتورك، فهو بيعمل العمليتين. الحقيقه كل اللي فات ده يعني يمكن حتى ده الويندوز الفاير وول بيعتبر سوفت وير، اهو سوفت وير فاير وول موجود في بيلت ان في الويندوز اوبريتنج سيستم. في بقى اللينكس، اللينكس الحقيقه زي الاوبونتو مثلا، لا هو الفاير وولز بتاعته هي برضه سوفت وير وبس مبنيه بشكل اخر، فهي مبنيه على فكره هي مور كومبليكيتد، يعني هي اعقد شويه الفاير وول بتاعت اللينكس، عشان كده دايما اقول لكم اللينكس احسن. الفاير وول بتاعته اعقد شويه واقوى من الويندوز، يعني الويندوز ممكن تلاقي فيه بورتس دي اللي هي زي مداخل في النتورك، ممكن تلاقي مداخل كتير اوبن مفتوحه ممكن يستغلها الاتاكر. اما زي ما هنشوف دلوقتي في اللينكس، لا الحقيقه بتلاقي كل البورتس باي ديفولت كلوزد، يعني باي ديفولت كل البورتات بتبقى مقفوله. عشان تفتح بورت دي قصه طويله، لازم تعمل حاجه اسمها اي بي تيبلز. اي بي تيبل ده يعتبر نوع من انواع الفاير وولينج اللي هو باكيت فلتر فاير وول، وبيبقى فري من غير اي تكلفه. اي بي تيبلز از ا فري باكيت فلترنج فاير وول، اللي هو النوع الاولاني باكيت فلتر، وده الفكره عنده اللي هو بيقدر اللي هو تقول له بقى بالاي بي تيبلز، انت اللي بتقول له، بتقعد تغذيه زي ما بتقول، بتقول له ايه الاي بيهات اللي ممكن يسمح لها، ايه الاي بيهات اللي يشيلها، ايه البورتات اللي يفتحها، ايه الابلكيشنز اللي عاديه. يعني مثلا انت ممكن تعدي الاتش تي تي بي اس بس ما تعديش الاتش تي تي بي، انت ممكن تعدي الاف تي بي بس ممكن ما تعديش مش عارف ايه كده، كل البروتوكولز بتاعت النتورك ايه اللي ممكن تعديه وايه اللي ممكن ما تعديهوش، كلام من ده. ودي الكيرنلز المختلفه، الكيرنل 1.1 كان اسمه اي بي فاير وول، كيرنل 2 كان له اسم ثاني 2.2 2.4 وهكذا، فكان له يعني فيرجنز اكتر في كل لينكس كيرنل.
وده الاستراكشر بتاعه. ما يهمنيش قوي الاستراكشر بتاعه، مهم اللي هو اي بي تيبلز. اي بي تيبلز ده البيرنت جواه تيبل، والتيبل جواه تشين، والتشين جواه رول. يعني الاي بي تيبلز بيبقى فيها اكتر من تيبل، كل تيبل مكون من اكتر من تشين، كل تشين فيه اكتر من رول، انت بتطبق فيه اكتر من رول. يعني مثلا انت هنا مثلا في عندك جهاز الاي بي بتاعه 192.168.1.2 ولا واحد وكده. فهنا الفكره في الرول بقى بتكتبه ازاي، الرول ممكن يكتب ازاي، اللي انت بتدي له السورس ادرس، الادرس اللي المفروض يبعت الحاجه، وتقول له الديستنيشن هيكون ايه. الديستنيشن اللي هو المكان اللي انت عايز توصل له، السورس هو اللي هيبعت واحد واحد او واحد اتنين، وات ايفر الجهاز اللي هيبعت. الديستنيشن اي مكان، كلمه اني يعني اي حاجه، يعني ممكن تروح بالرساله بتاعتك في اي حته مفيش مشكله. ايه نوع البروتوكول اللي هيستخدمه، مثلا اتش تي تي بي. الاكشن بيرميت يعني اسمح له. طب لو كنت الاكشن ديناي، عكس بيرميت ديناي يعني ما تسمحلوش. يعني اذا الرول دي لو انت لقيت الشخص 192.168.1.1 بيبعت لاي حد عن طريق بروتوكول اتش تي تي بي امنعه. هنا لا، بقول له لو انت لقيت 192.168.1.1 بيبعت لاي حد عن طريق اتش تي تي بي اسمح له، وهكذا. فانت بتقول بالتفصيل كده ايه اللي ممكن تسمح له، ايه اللي ممكن تمنعه، ايه اللي ممكن تسمح له، ايه اللي ممكن تمنعه في اللينكس. ده فكره الفاير وول باختصار. طبعا انا تلاقيني كل الحاجات اللي بفتحها لكم حاجات مختصره جدا، انا بفهمك الكونسبت ورا الحاجه، بس طبعا الكلام ده يطول شرحه في حاجات يعني بعد كده. طيب الانتي فيروس، الانتي فيروس سوفت وير ده يعتبر الانتي فيروس. الحقيقه ما فيش منه هارد وير، الانتي فيروس كل انواعه سوفت وير. احنا عرفنا ان الفاير وول ممكن يكون فيه منه هارد وير ستاند الون، ولكن الانتي فيروس هو بيكون سوفت وير. ده يعتبر تايب اوف سوفت وير يوزد تو ريموف، هو بيستخدم عشان يديتكت الاول، بيكتشف الفيروسات والمالوير والتروجن هورس والكلام اللي كنا بنقوله قبل كده، وبعدين يعمل له ريموفنج، بيريموف الكمبيوتر فيروس او الميليشيا سوفت وير او التروجن او اي تهديد ممكن يهدد الكمبيوتر بتاعك. الحقيقه اللي هو بيقدم مجموعه من الوظائف زي المونيتورنج اللي هو يراقب، يفضل يراقب كده الجهاز بتاعك ويشوف فيه حاجه داخل. هل انت لما دخلت على الموقع الفلاني مثلا زرع عندك سباي وير؟ هل انت لما فتحت الكونكشن مع حد مثلا من خلال واتساب ولا تليجرام ولا حاجه، في حد بعت لك حاجه؟ هل انت مثلا وانت بتدخل الفلاش على الجهاز هل في فيروس ولا حاجه حصلت؟ يعني بيشوف، بيكتشف القصه ماشيه ازاي. طبعا بيعمل ايدنتيفيكيشن، بيعمل سكاننج، بيعمل طبعا ايدنتيفيكيشن بيتعرف عليها الاول، بيتعرف على الفيروس لو لقى فيروس بيتعرف عليه، بعد كده يعمل سكاننج، بعد كده كليننج ممكن يمسح الفيروس او يدلته، وطبعا بيعمل ابجريد وبرو اكتف ديفنس والكلام ده. خلي بالك اللي هو كمان بيعمل برو اكتف، يعني ايه؟ يعني مش بيستنى الفيروس يدخل عندك عشان يمسحه، لا هو ممكن يحميك من الاول من انه يدخل عندك. بمنتهى البساطة هو في أربع عمليات أساسية أو ثلاث عمليات قصدي أساسية لازم يكون بيعملهم، البريفنشن والايدنتيفيكيشن اللي هي عملية السكاننج وعملية الكليرنج. البريفنشن اللي هو يحميك أصلا. طيب إذا ما قدرش يحميك وكان في فيروس قدر يعدي، فبيعمل سكاننج كل فترة كده تلاقيه بيعمل سكان لوحده عشان يشوف في مشاكل في البروجرام أو في الفايل سيستم بتاعك ولا لا، وبعدين لو اكتشف حاجه بيعمل لها كلير يعني بيمسح. الحقيقه اي فيروس بيكون له شيل. يعني ايه شيل؟ يعني طبقه حمايه. عارفين زي الكورونا فيروس، زي الكوفيد 19، لو جيت انت تدرس التشريح بتاع الكوفيد بتلاقي له الاول اجزاء بيعمل بيها اختراق الاول لجسمك، وبعدين بعد كده بيفقد الاجزاء دي ويجي بقى الحاجه اللي هو فعلا بيخترق بيها الخليه ويعمل الانفكشن بتاعه. فاذا هو نفسه زيه زي الفيروس بتاع الكمبيوتر، هو برضه بيبقى له غطاء حمايه. طب الغطاء الحمايه ده وظيفته ايه؟ وظيفته اللي هو يحميه من الانتي فيروس او يغطيه او يداريه او كده، فبيبقى له دايما شيل. وساعات الفيروس بيكون له اكتر من طبقه، يعني شيل A وشيل B وشيل C، يعني ممكن يبقى له حاجات من دي كتير. ففكره الانتي فيروس، برضه الانتي فيروس تطور ان هو يعمل ان باجنج يعني يبدا يشيل الغطاء ده من على الفيروس عشان يكتشف الفيروس الحقيقي اللي موجود جوه. فانت ما تضحكش عليا وتبقى انت مغطي نفسك بشيل ولا اتنين ولا تلاته، لا هو برضه بيقدر، اللي هو الانتي فيروس لو كان قوي اللي هو يقدر يوصل للكلام ده.
الانتي فيروس سوفت وير زي الكاسبر سكاي، الحاجات بقى مكافي وكاسبر سكاي والنورتون يعني في انواع كتير جدا جدا موجوده، يعني دي بس اشهر الانواع اللي بتستخدم في الصين، وفي غيرها كتير. لو جينا نسال السؤالين دول ونشوف الناس هتعرف ترد عليا ولا لا، which of the following categories، مين في الكاتيجوريز اللي موجوده دي ويندوز فاير وول بلونج، بينتمي الويندوز فاير وول؟ هل الويندوز فاير وول يعتبر هاردوير ولا سوفت وير ولا ستاند الون ولا نتورك؟ سوفت وير. ممتاز. طيب which of the following are component of antivirus software، مين في دول يعتبر component للانتيفيروس؟ هل هو بيبقى في سكانر ولا هل هو فاير وول ولا هل هو في ام فيرتشوال ماشين؟ سهل قوي يا جماعه، الانتي فايروس سكانر. سكانر بالظبط، اللي احنا قلنا هو بيعمل سكاننج، فهو من ضمن الكومبوننت اللي هو فيه سكان، بيقدر اللي هو يسكان او يايدنتيفاي اي فيروس او اي تروجن هورس او كده. لا فايرول، لا يا جماعه، الانتي فيروس مالوش دعوه بالفايرول، مكملين لبعض، فايرول حاجه والانتي فيروس حاجه تانيه، وده اللي يمكن كنت لسه قايله من شويه. طيب ده كده يعتبر الجزء الاولاني، كنت بس بعرفكم الفروقات ما بين القصص دي. طيب تعالوا بقى النهارده نبص كده على اخر حاجه، طبعا انا يهمني اقول لكم في نوت باد كده سريعا، الكالي تولز، ايه التولز اشهر تولز موجوده في الكالي؟ احنا خدنا الميتا سبلويت، الميتا سبلويت صح؟ عمليه الميتا سبلويت فانكشن، وخدنا ازاي نعمل اكسبلويتيشن والكلام ده كله، فدي خدناها، وخدنا الان ماب اللي هي نتورك ماب، ومفروض دلوقتي هنبص على حاجه اسمها النت كات، دي برضو النتورك ماب ده بيبص على الاي بيهات ويشوف ايه الاي بيهات اللي شغاله وايه الماك ادرس المربوط بيها والكلام ده كله. النت كات بيبص على البورتات، بيشوف ايه البورتس المفتوحه وهل الاي بي ده له بورتات مفتوحه ولا مش مفتوحه، ودي يمكن هنبص دلوقتي على حاجات شبيهه بالقصه دي بالنت كات. فيبقى النت كات مسؤول عن البورت، الان ماب مسؤول عن الاي بيهات، والميتا سبلويت اللي هي الام اس اف، الميتا سبلويت فريم ورك اللي احنا استخدمناه الفترات اللي فاتت. في حاجات تانية زي السيكوال ماب، السيكوال ماب او الاس كيو ال ماب ده يا جماعه خاص بالداتابيز، بس الحقيقه عشان احنا ما عندناش داتابيز، في اتاك مشهور قوي اسمه سيكوال انجكشن، ازاي اللي انت تخترق داتابيز وتنفذ جمل اسمها اس كيو ال اللي هي جمل للكويري جوه الداتابيز وتنفذ حاجات من الكلام ده، فدي برضو حاجه يمكن ادفانس شويه لسه ما خدتوش داتابيز وما عندناش داتابيز نتعامل معاها. برضو في حاجه اسمها الاير كراك، دي كلها من ضمن التولز. الاير كراك بيحتاج ان انا يبقى عندي وايرلس، طبعا انا الجهاز بتاعي فيه وايرلس، ولكن انا كمان بشغال فيرتشوال ماشين، الفيرتشوال ماشين زي ما انتم شفتوا كده هو اصلا الانترفيس اللي جوه الفيرتشوال ماشين هي ايثرنت، ايثرنت زيرو اللي هي اي تي اتش زيرو، ده واير مش وايرلس، فانا محتاج عشان اشغل الاير كراك ان انا يبقى عندي زي نتورك انترفيس كارد يكون وايرلس، يعني يكون عندي وايرلس اصلا او كارت شبكه وايرلس متوصل بالفيرتشوال ماشين، وده ممكن عادي، انا ممكن اشتري جهاز اسمه الفا باين او حاجه كده، هو جهاز وايرلس واوصله باليو اس بي واوصله بعد كده بالفيرتشوال ماشين، بس انا محتاج ان انا اشتري الجهاز عشان اقدر ان انا يبقى عندي وايرلس متوصل بيه او كونكتد بيه الفيرتشوال ماشين، واقدر من خلاله انفذ عمليه الاير كراك. طب الاير كراك ده بستفيد منه في ايه؟ لا الحقيقه بستفيد منه في حاجات كتير، انا ممكن مثلا اتاك الراوتر، يعني انا لو في راوتر جنبي او في راوتر جاري عنده راوتر، والراوتر ده انا ما اعرفش الباسورد بتاعته، طبعا انتوا عارفين ان انت عشان تخش على الـ على الـ على النتورك على الشبكه لازم تبقى بتفتح الوايرلس بتاعتك، بتلاقي اسم الشبكه تضغط عليها بيطلب منك الباسورد، بتدخل الباسورد عشان تكونكت على الواي فاي، ده اللي احنا بنعمله اللي هي الشبكه الوايرلس اللي هي الواي فاي. طب لو انا في شبكه واي فاي عند واحد جاري
وانا مش قادر اكونكت بيها لان انا ما اعرفش الباسورد. فالاير كراك ممكن من خلال طبعا بيبقى فيه باسوردات جاهزه، في ديكشنري من الباسوردات يعني زي كتيب كده فيه باسوردات مشهوره، ممكن من خلال الاير كراك اللي هو يجرب الباسوردات دي مع الراوتر، مع الراوتر اللي انت عايز تعمل له اتاك، فيشوف ايه الكونكشن اللي ممكن تتم، وفي الاخر يقدر يديك الباسورد اللي ممكن تخش بيها على، يعني انت ممكن فعلا تاتاك الراوتر وتقدر تعرف الباسورد بتاعته وتبدا تخش على الراوتر وتبدا تستهلك الانترنت كانك شخص عادي خالص. فالكلام ده انت ممكن تعمله بالاير كراك، بس الحقيقه لازم نشتري الجهاز بتاع الوايرلس عشان نقدر نتعامل بشكل مباشر. برضو في، هو طبعا في الحقيقه في انواع كتير من التولز اللي ممكن تستخدم في الكالي، بس احنا استخدمنا الحاجات اللي ايه اللي زي ما بنقول المشهوره. طيب امال انا النهارده جاي قد ايه؟ النهارده انا جاي ادي حته كده بسيطه برضو بالبايثون. خلي بالك اللي فيه تولز جاهزه زي ما انا كنت قلت قبل كده، وفي بقى حاجات انت ممكن من معرفتك بالنتورك ومعرفتك بالكوماندز بتاعت اللينكس ومعرفتك بالبايثون كبروجرامنج لانجوج وكده، اللي انت تقدر اللي انت تعمل كودينج بنفسك يعمل وظائف معينه، زي ما وردتكم السيشن اللي فاتت اللي ازاي بالبايثون قدرت اعمل ديسكفر للنتورك، يعني بدل الان ماب، الان ماب دي كانت تول جاهزه، بدل الان ماب لا انا قدرت ان انا اعمل كود بالبايثون وقدرت ان انا اشوف ايه الاي بيهات المتوصله معايا على نفس الشبكه والماك ادرس المربوط بيها. هل انا ممكن برضو اعمل المره دي حاجه اتاج بيها اي موقع واعرف الشخص كتب يوزر نيم ايه وباسورد ايه؟ يعني انا دلوقتي انا عملت الجهاز بتاعك اتاك، حلو كده، وانت دخلت على موقع وبدات تكتب اليوزر نيم والباسورد في الموقع ده، وليكن مثلا موقع الفيسبوك او اي موقع، كتبت اليوزر نيم بتاعتك والباسورد بتاعتك، هل ممكن كشخص اتاكر اعرف انت كتبت ايه من غير ما اجيب الكي ستروك، يعني من غير فكره الكي ستروك اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، من غير ما اقعد اسنف الكي ستروك، لا انا عايز اسنف انت كتبت ايه في الموقع. هل ده ممكن؟ اه ممكن، تعال نشوف كده. بس طبعا الفكره كلها ان انت مش هتقدر تعمل الكلام ده الا اذا كان الموقع اتش تي تي بي. عشان كده وانا هقولها لكم كمان في اخر السيشن ان شاء الله، اوعى تدخل اي بيانات يوزر نيم وباسورد في مواقع ما تكون اتش تي تي بي، اوعى، لازم يكون الموقع اتش تي تي بي اس. تاني، اوعى تكتب يوزر نيم وباسورد في اي موقع يكون اتش تي تي بي بس، لازم يكون الموقع اتش تي تي بي اس. طيب معلش انت كده قول لنا هتعمل الكلام ده ازاي. تعالوا كده نبص الاول على الكود اللي مكتوب، طبعا هنبص عليه كده سوا، طبعا انا حاطه على الديسك توب، فهعمل سي الاول، اكتب اخش على الادمن اللي هو الروت زي كل مره، اهو دخلت على الروت، بعد كده اعمل سي دي للديسكتوب، انا حاطط الملف على الديسكتوب، اعمل ليست، الملف انا مسميه سنيفر، سنيفر دوت بي واي، احنا خلاص قلنا بي واي يعني بايثون، والملف اسمه سنيفر نانو، لو انا عايز افتح السنيفر دوت بي واي، نانو سنيفر دوت بي واي اهو، وادي يا جماعه الكود بتاعي، الكود اهو، برضو استخدمت اللايبراري اللي اسمها اسكيب باي، واستخدمت من اللايبراري دي كمان ال HTTP، لان انا هنا شغال انا عايز امبورت ال HTTP ريكوست. يعني ايه HTTP ريكوست؟ اي موقع HTTP فهو الريكوست اللي انت بتبعته منك للسيرفر واستقبال الريسبونس بيكون كله من خلال بروتوكول اسمه HTTP. طب اشمعنى HTTP؟ لان ال HTTP كل الرسائل اللي بتتبعت من والى، صحيح بالمناسبه كمان كان في تول موجوده في الكالي اسمها واير شارك، واير شارك دي تول مهمه جدا، واير شارك بتقدر تعرف منها معلومات كتير عن الرسائل اللي بتتبعت منك للسيرفر ومن السيرفر لاي حد، بتقدر ان انت تبص على الرسائل دي، وخصوصا لو كانت اتش تي تي بي، لو الرسائل اللي بتتبعت من والى اتش تي تي بي فبتبقى الرسائل دي بلين تكست. يعني ايه بلين تكست؟ يعني مش متشفره. طب يعني ايه برضو مش متشفره؟ يعني اقدر اي اتاكر يقدر يبص على الرساله ويعرف محتواها، يشوف الرساله دي هي مبعوته ازاي وانت استقبلتها ازاي، ويعرف كل التفاصيل بتاعت الرساله لانها مبعوته اتش تي تي بي. تاني، ايه مشكله الاتش تي تي بي؟
ان هو بيبعت الرسائل وبيستقبل الرسائل كلها as a plain text. لو حد عمل سنيفنج زي ما هعمل دلوقتي هيقدر يقرا الرساله ويقرا محتواها عادي جدا. طب ايه الفرق بينه وبين اتش تي تي بي اس؟ اللي اس بيعمل انكريبشن. يعني ايه انكريبشن؟ يعني لما تيجي تقرا الرساله تلاقي الرساله متشفره فيها كلام غريب، ما تقدرش تعرف محتواه الا اذا عملت ديكريبشن. ديكريبشن يعني تفك الشفره، وعشان تفك الشفره دي حاجه صعبه جدا. طيب فاحنا هنرجع تاني ونقول اتش تي تي بي، عملت اهو بتاع فانكشن اسمها سنيف، وطبعا بديها الانترفيس. ايه الانترفيس اللي هتعمل فيه سنيفنج؟ طبعا الانترفيس بتاعي بتاع الكالي هو الاي تي اتش 0 اللي هو الايثرنت 0 اللي هو زي ما قلت لكم اللي هو الوايرد اللي ما عنديش غيره. طيب وبعدين بعد كده طبعا انا في الفانكشن الثانيه خدت الباكت، الباكت دي اللي هي اصغر وحده رساله بتتبعت، وبعمل لها بقى بشوف هي اصلا مبعوته بالاتش تي تي بي ريكويست ولا لا، وببدا اقرا لو في اي حاجه تخص اليوزر نيم او اي حاجه بتخص الباسورد ببدا اعمل عليها لوب وابدا اقراها. يعني الفكره كلها ان انا بحلل بيانات الباكت، لو فيها يوزر نيم او فيها باسورد ببدا اعلم عليها واقراها. طب تيجي نجرب، تعال نجرب، يعني تعال كده ناخد ونجرب نشوف القصه هتمشي ازاي. نفتح كده تمام، طبعا انا هقفل ال هعمل كنترول اكس، ارجع اهو هعمل كلير. طيب انا عايز عشان اشغل طبعا ليست تاني، ليست عشان اشغل سنيفر دوت بي واي. انا قلت ايه؟ انا قلت هجيب الكومبايلر الجاهز اللي اسمه بايثون، بكتب كلمه بايثون بس مسافه، وبعدين ابدا اكتب سنيفر دوت بي واي. قبل ما اشغل عايز افتح الفايرفوكس او اي براوزر يعني موجود هنا، فايرفوكس اهوت. اهو يا جماعه فايرفوكس اهو، خلينا بس نشغل الاول، ابدا ادوس انتر. طبعا اول ما ادوس انتر هو دلوقتي مستني اللي انا افتح الموقع وابدا اشتغل. انا اهو فتحت ابدا افتح كده واكتب ايه، جوجل دوت كوم، كتبت جوجل. طبعا جوجل لو انتم ملاحظين اهو معمول بقفل و HTTPS، HTTPS يعني معناها ذلك اللي انا مش هقدر اخترق منه اي حاجه. تعالوا بقى نجرب اللي احنا مثلا نقول له ايه، احنا عايزين HTTP login، انا عايز حاجه تكون HTTP login، يكون فيها login ويكون HTTP. فطلع لي اول موقع اهو login page اللي هي home مش عارف اوف ايه كده. تعال نبص على الموقع ده، دخلت على الموقع وهبدا اكتب، انا هكتب اليوزر نيم والباسورد. دي خلي بالكم دي اهي عليها علامه القفل، عليها علامه لان دي اتش تي تي بي. يعني انت لو جيت تدوس كده يقول لك خلي بالك ده نوت سكيور. طب ليه نوت سكيور؟ عشان هو اتش تي تي بي بس مش اتش تي تي بي اس، وهو ده المطلوب. انا عايز اوريكم لو اتش تي تي بي هقدر ان انا اشتغل ازاي. فهاجي في اليوزر نيم واكتب مثلا كلمه ادمن، وفي الباسورد اكتب من 1 لحد 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كتبت اهو، وهدوس لوجن. انا كده كان انا شخص عادي كتبت يوزر نيم وباسورد في موقع وضغطت لوجن. تعال نبص، تعال نبص كده على الكوماند اهو. بصوا يا جماعه، هو انا دلوقتي كنت كتبت بايثون، كتبت بايثون سنيفر اهو، كتبت بايثون سنيفر، هو بقى قاعد يجيب كل الريكوستات اللي انا ببعتها. هو اهو بيبدا يبص على كل الريكوستات اللي انا بعتها، طبعا الحاجات الخاصه بجوجل وبتاع، وبعدين جه هنا للموقع اللي انا دخلت عليه اهو، موقع اهو ده الموقع يا جماعه اللي انا دخلت عليه، تيست بي اتش بي مش عارف فيرنبل ويب دوت كوم لوجن بي اتش بي، اهو دخل على الموقع. وبعدين الحاجات اللي انا كتبتها كتبها لي هو يا شباب، انتوا ملاحظين كتبها له، قال لي اليوزر نيم اللي انت كتبته او اللي الشخص دخله ادمن، والباسورد من 1 لحد 9. طيب تعال نجرب اللي انا اكتب حاجه ثانيه عشان اوريكم برضو اللي هو، يعني مثلا هكتب مثلا تيست واكتب مثلا 1 2 3 4 ام سي تي مثلا، ام سي تي 1 2 3 4. تعالوا كده نشوف ونشوف برضو هو هيقدر يقرا اهو. قال لي خلي بالك انت دخلت اليوزر نيم تيست ودخلت الباسورد 1 2 3 4 ام سي تي. يعني معنى ذلك الشغل اللي انا كنت بعته اتش تي تي بي، الموقع اللي انا كنت داخل عليه اتش تي تي بي وعمال اكتب في اليوزر نيم والباسورد،
كل حاجه انت بتكتبها ظاهره عند الاتاكر عادي جدا، هو عمال يقرا اللي انت عمال تبعته. فهمتوا حاجه يا شباب؟ طبعا انت لو دخلت على موقع HTTPS وداخل يوزر نيم وباسورد مش هيقدر يقراها هنا، لان ده ما بيقراش بس الا ال HTTP. ففي ناس منكم هتسالني سؤال تاني، هتقول لي يعني معنى ذلك ان ال HTTPS ده مش مخترق؟ لا مخترق برضه، ال HTTPS مخترق، بس هيعوز وقت اطول عشان تفك الشفره، وعشان حاجات تانية كتير معقده اكتر وتاخد وقت اكتر وكود اصعب، بس هو برضه في الاخر مخترق. يعني هتقول لي هو ما فيش حل، هو كل حاجه مخترقه؟ هي كل حاجة، ومعلش هي دي حقيقة، كل حاجة احنا فيها مخترقة دلوقتي. طالما انت اوفر انترنت، طالما انت بتتعامل من خلال الانترنت، فانت لو في حد بيتتبعك هيعرف يخترقك. بس اهم حاجة اللي انت تستخدم حاجات صعبة بحيث اللي هي تاخد معاه وقت، فهو يزهق وما عادش يخترقك. يعني هو لما يلاقيك انت بتستخدم باسورد صعبة جدا، وبتستخدم انتي فايروس، وبتستخدم فاير وول، وبتستخدم اتش تي تي بي اس، وراجل حويط قوي في شغلك، فهو الشخص ده عشان يقدر يخترقك هياخد وقت طويل وهيتعذب، فهيبدأ يطنشك. اما انت لما تسهل عليه الامور وتستخدم حاجات اصلا ضعيفة، فهو هيعرف يخترقك بسهولة جدا. بس ده يعني انا مش عايز اطول عليك.